اهلا بكم في مال واعمال. انا دينا سالم، ضيفي الليله هو الدكتور علي الادريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. حديثنا سيكون عن اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه، خاصه بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريانها خلال افتتاح القمه الاستثنائيه في النيجر. فصل قصير ونبدا بعده اولا بالاخبار. ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بنهاية الشهر الماضي بمقدار 18 مليار و230 مليون دولار ليصل إلى 3 تريليونات و120 مليار دولار. تأتي زيادة نتيجة للتغيرات التي شهدتها تحويلات العملة وأسعار الأصول، كما قفز احتياطي الصين من الذهب ليستقر عند 87 مليار و270 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة المالية الهندية قوله إن حكومة بلاده تسعى لجمع مليارين ومائة وثمانين مليون دولار عن طريق خفض حصصها في 18 شركة مملوكة للدولة إلى 75% لتعزيز الإيرادات وتقليل عجز الموازنة. وستجمع الهند جزءا من المبلغ من خلال بيع شركات تابعة للدولة، من بينها الخطوط الجوية الهندية. أما الجزء الآخر فسيتم الحصول عليه من خلال إلزام الشركات المدرجة بالبورصة الهندية بطرح ما لا يقل عن 25% من أسهمها بعد 3 سنوات من دخول البورصة. خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري إلى 20% بعد أن كان يستهدف 13% في التقديرات السابقة، مرجعا ذلك إلى انخفاض الإنتاج الصناعي خاصة في قطاعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الإلكترونية، بينما يتوقع بعض الخبراء أن يتعافى الإنتاج الصناعي في فرنسا بنهاية الشهر الجاري. أما في ألمانيا فارتفع فائض الميزان التجاري بنهاية مايو الماضي بدعم من زيادة الصادرات وتراجع الواردات ليصل إلى 18 مليار و700 مليون يورو مقابل 16 مليار و900 مليون يورو في أبريل السابق عليه. وزادت صادرات ألمانيا ب 21% على أساس شهري، أما الواردات فتراجعت بنصف بالمئة خلال الفترة ذاتها. هوت الأسهم التركية لأدنى مستوى لها في أسبوعين خلال تعاملات اليوم، وتبعتها العملة المحلية بضغط من تزايد حال عدم اليقين حول استقلالية السياسة النقدية في البلاد، وهذا بعد تغيير رئيس البنك المركزي التركي. وتراجع مؤشر بي آي إس تي للأسهم التركية بنسبة تزيد عن 1%، كما تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار ب 1.8%، ويعتبر ذلك أدنى مستوى منذ يونيو الماضي. في تونس ارتفعت إيرادات السياحة ب 42.5% بنهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 692 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشكل قطاع السياحة في تونس 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 9 مليون سائح خلال العام الجاري. توقع بنك جولدمان ساكس أن يفوق نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي الزيادة في الطلب العالمي بحلول عام 2020، ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأمريكي بنحو 1,300,000 برميل يوميا خلال العام الحالي، و1,200,000 برميل في 2020، وذلك مقارنة مع توقعاته بنمو الطلب العالمي عليه بنحو 800,000 برميل يوميا و1,600,000 برميل للعام المقبل. نبقى في أخبار النفط، حيث ارتفعت الأسعار خلال تعاملات اليوم بدعم من تحسن مؤشرات التوظيف الأمريكية،
وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17% ليصل إلى 64 دولارا و68 سنتا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام ناينكس 16% مسجلا 57 دولارا و85 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ليربح نحو 10 دولارات بعد الخسائر المسجلة نهاية الأسبوع الماضي. أسعار العقود الآجلة للذهب زادت ب 17% ليصل إلى 1409 دولارات و50 سنتا للأونصة. أما بالنسبة لسعر التسليم الفوري فصعد بنصف بالمئة مسجلا 1406 دولارات و41 سنتا للأونصة. وهنا في مصر حصل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 644 جنيها. أترككم مع هذه الأسعار وأسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية. مشاهدينا ونذهب الآن لأداء البورصة المصرية، حيث صعد مؤشر اي جي اكس 30 ب20% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة. المؤشر السبعيني تراجع بنسبة قوية اليوم مستكملا الاتجاه النزولي. بالأمس تراجع ب2.5% ليغلق عند 556 نقطة. هبط مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة. أحجام التداولات كانت 695 مليون و800 ألف جنيه، وسجلت تعاملات المصريين 79% من التعاملات و 15.5% تقريبا للأجانب، وأكثر من 5.3% للعرب. المؤسسات استحوذت على 77% من التعاملات مقابل 22% للأفراد. الأعلى نشاطا أو الأكثر ارتفاعا بالأحرى 73 شركة، على رأسهم أسمنت بورتلاند والمجموعة المصرية العقارية، ليفت سلاب مصر ومجموعة بورتو القابضة. في المقابل خسائر تتكبدها أسعار 43 سهما، منهم القاهرة للإسكان والتعمير وأيضا العز الدخيلة للصلب. سريعا للبورصات العربية،
رأينا ارتفاعات في كثير من هذه الأسواق. السوق السعودية مثلا يبدل المؤشر التراجع ويغلق على ارتفاع طفيف ب20% تقريبا 16 نقطة، ووسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2,600,000,000 ريال. السوق الكويتية ترتفع أيضا اليوم، وفي الإمارات صعود في دبي ب13% ليغلق عند مستوى 2,656 نقطة، مدفوعا بثلاث قطاعات على رأسها العقارات. أيضا أبو ظبي رأينا ارتفاعات في بقية الأسواق، قطر تخسر 17%، البحرين 13% تقريبا، وارتفاع في مسقط بست نقاط. مشاهدينا نتوقف الآن مع فاصل قصير، نلتقي بعده بضيفنا الدكتور علي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية للحديث عن إعلان المنطقة الاقتصادية الحرة في إفريقيا. كونوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. في سابقة تاريخية توصلت دول الاتحاد الإفريقي إلى اتفاق التجارة الحرة، حيث وقعت عليه 27 دولة من أصل 55، ولا تزال المفاوضات جارية بين القادة الأفارقة بشأن بعض الأمور مثل الرسوم الجمركية والسلع المستوردة من خارج إفريقيا. كيف ستستفيد القارة الإفريقية من هذا الاتفاق، وما الذي سيعود على مصر من ذلك؟ هذا ما سنتطرق إليه خلال حلقتنا الليلة مع ضيفي الدكتور علي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. في البداية نحب حضرتك تعرفنا سريعا عن الاتفاقية وأبرز البنود. يمكن أهم حاجة هو إنشاء منطقة التجارة الحرة، الغرض منها طبعا إزالة الرسوم الجمركية ما بين الدول الأعضاء. يمكن الاتفاقية كان ليها عقود كثيرة جدا حيز التفكير والمشاورات، لكن للأسف 17 سنة تقريبا. يمكن 17 سنة ده اللي هي المفاوضات الجدية، لكن صحيح. يمكن كفكرة لا، احنا بنتكلم في فكرة من الستينات كمان طبعاً. من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما كان صحيح. يبتدي يتحدث عن جزئية التكامل الاقتصادي الافريقي، لكن للأسف تأخرنا كثيرا بأسباب كثيرة، بقى عدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني اللي كان بيمر بيهم كثير من الدول الافريقية، ده اللي اجل طبعا الوصول لما وصلنا اليه الان. لكن خلينا نقول ان مع الوقت خلاص بقت الدول الافريقية عندها يمكن جدية كبيرة جدا، وبقى في سعي لخطوات حقيقية تجاه الوصول للتكامل الاقتصادي الافريقي. من اهم الخطوات ديت هو منطقة التجارة الحرة اللي هيقدر ان هو فعلا تفيد القارة الافريقية، وتقدر ان هي تستغل الموارد المتاحة ليها استغلال امثل. يمكن اهم جزئية هتقدر ان هي تساهم بيها هذه الاتفاقية هو الجزء المتعلق بالتجارة الداخلية اللي هي يمكن بتتراوح من 15% ل 16% تقريبا. ففكرة ان كمان تقدر تساهم ان هي تتضاعف وتقدر ان هي توصل لمستويات اعلى من كده، يعني كلنا نعمل يمكن في كتير من التقديرات ان هي توصل لما يقرب من حوالي 40 او 50% كحجم التجارة الداخلية، وده اللي بنأمله، لان في النهاية هتبقى الاستفادة اكبر لكل الدول الاعضاء. احنا شايفين الفترة الأخيرة طبعا في استثمارات ضخمة جدا ومعدات تبادل تجاري كبيرة ما بين القوى الاقتصادية العظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي الصين، زي فرنسا على سبيل المثال. يمكن هم اللي بشكل واضح بيستحوذوا على النصيب الأكبر من العوائد الخاصة بالاستثمارات والتبادل التجاري. ازاي ان الدول دي تقدر ان هي تعتمد على نفسها وتصل لمستويات أعلى من التكامل، في ظل كمان ان في رغبة حقيقية اتجاه تنفيذ عديد من المشروعات المعلقة لفترات كبيرة، زي المشروعات المتعلقة بقاهرة كيب تاون وغيرها من هذه المشروعات اللي هتقدر ان هي تساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء. أحد ضيوفي يعني منذ فترة قريبة كنا نتحدث عن موضوع متعلق بإفريقيا، وكان بيقول انه
لو أفريقيا قفلت حدودها على نفسها ستكون متكاملة تماما ولا تحتاج لأي شيء من خارج القارة. أعتقد بس أن أنا هضيف يمكن لكلامه هو الجزء الخاص بالنو هاو أو التكنولوجيا، هو دوت اللي احنا هنحتاجه من بقى عشان يعني نبقى، لكن هو أنا أتفق معاه تماما في الجزء المتعلق بأن القارة الأفريقية هي تمتلك طبعا النصيب الأكبر من الموارد المعدنية. احنا بنتكلم على 30% من الموارد المعدنية على مستوى العالم، بنتكلم على أكثر من 12% من النفط الذي ينتجه العالم من افريقيا، وبالتالي تمتلك العديد بجانب طبعا المواد البشريه. احنا بنتكلم على اكثر من مليار و200 مليون نسمه، وبالتالي فعلا احنا نمتلك العديد والعديد من المواد، ولكن ينقصنا طبعا الجزء المتعلق بالتكنولوجيا في حاله وجود التكنولوجيا. وعلى فكره برضه عشان ما نبقاش بنتخطى النقطه ديت، لا هي الدول الافريقيه ويمكن مصر مع رئاستها للاتحاد الافريقي ابتدت تاخد خطوات ايجابيه اتجاه هذا الملف. يعني احنا شايفين ان بقى في نوع من انواع التعاون الافكار المتعلقه بالاستثمار في راس المال البشري، فكره ازاي ان يبقى في تدريب خاص برياده الاعمال، تكنولوجيا المعلومات، ازاي ان يبقى في تكاتف وتعاون الخاص بتدريب الشباب وتاهيلهم. ده كلها خلينا نقول ملفات ابتدت مصر كمان تطرحها يمكن من 2018 من قبل رئاستنا للاتحاد الافريقي، وده اكيد خلينا نقول في النهايه هيبتدي يوصلني بقى للتكامل الافريقي. يبقى انا عندي الموارد واقدر كمان يبقى عندي الكوادر اللي تقدر تستغل هذه الموارد الاستغلال الأمثل. ممتاز. لنتحدث عن الأمور التي نحتاج لأن ننفذها للوصول للوضع الأمثل لتطبيق هذه الاتفاقية، منها مثلا إزالة الحواجز غير الجمركية، إيجاد نظام إلكتروني موحد للدفع، مركز معلومات لرصد التجارة الإفريقية. ما هي آليات الوصول لقواعد موحدة لكل الدول فيما يتعلق بهذه النقاط؟ لابد طبعا ان يبقى في تنسيق. خلينا ناخد الموضوع بتفاصيل اكتر. احنا بنتكلم على غياب لكتير من المعلومات المتعلقه بالاسواق الافريقيه، وفي جزئيه مهمه جدا لابد طبعا على المنتج المصري ان هو يعلم تماما ان هو لما بيجي يصدر للسوق الافريقي هو مش بينافس السوق الافريقي، هو بينافس الدول اللي احنا ذكرناها في بدايه حديثنا. انت بتتعامل مع سوق مفتوح، وبالتالي انت هيبقى عندك ميزه عن الدول ديت في ان انت بتستفيد من تخفيض رسوم الجمركيه على السلع بتاعتك، فدي ميزه بالنسبه للسعر، ولكن تتبقى ميزه الجوده، ودي اللي محتاجه ان المنتج المصري على سبيل المثال وطبعا المنتجين الافارقه ان هم يتحركوا عليها. فكره قواعد البيانات، ذوق المستهلك، متوسط دخل الفرد الافريقي في الدوله، محل الذكر بقى اللي احنا بنستهدف ان احنا نصدر لها من الدول الاعضاء الموقعه على الاتفاقيه، الجزء المرتبط بقى بالشمول المالي وازاي ان يبقى في تنسيق في اليات الدفع، دي جزئيه مهمه جدا. محاربه الفساد، يمكن مصر ابتدت تقود الدول الافريقيه ازاي ان يبقى في استراتيجيه واضحه لمكافحه الفساد في افريقيا، واحد من معوقات الاستثمار والتجاره في القاره الافريقيه واللي بيحرمها للاسف الشديد من عديد وعديد من الاستثمارات اللي ممكن تستفيد بيها. ايضا الجزء المتعلق بيه ازاي ان احنا نبقى في عندنا نوع من انواع الجديه في تنفيذ المشروعات الخاصه بتطوير سبل النقل والمواصلات التي تخدم التجاره، ده جزئيه مهمه جدا لان دي مشكله مرتبطه بعمليه التجاره. التكاليف الخاصه بالنقل دي مشكله برضه مرتبطه وبتعوق طبعا عمليه التجاره. ازاي ان يبقى في خطوات جديه تجاه تذليل هذه العقبات، اعتقد ان بقت موجوده وبقت في خطوات، لكن بنامل ان باقي الدول الافريقيه ايضا تتعاون مع يعني احنا بنتكلم على حوالي 24 دوله، نامل ان ال 55 دوله كمان يبتدوا ان هم فعلا يبقى في تكاتف اكتر ويبقى في جديه. لان احنا لما بنيجي نشوف المشهد على الاقتصاد العالمي ونشوف معدلات التباطؤ في معدلات النمو في الاقتصاد العالمي والحرب التجاريه وغيرها وغيرها، كل دوت الحل الوحيد لمواجهته ان الدوله الافريقيه تتكامل اقتصاديا علشان تبقى واحده واحده وتقدر تواجه التحديات دي. لكن لما احنا نيجي نشوف القاره الافريقيه هنلاقي ان في نجاحات فرديه، يعني هنلاقي مثلا رواندا، هنلاقي نيجيريا، هنلاقي مصر، هنلاقي جنوب افريقيا، دي نجاحات فرديه. فكره ان يبقى في تكامل هو دوت اللي هيقدر فعلا يستفيد منه كافه الدول الاعضاء. كنت عايز اسال حضرتك من اول اللقاء ليه
يعني مش كل الدول وقعت، لحد دلوقتي 27 دولة فقط. للأسف في بعض الدول يعني حاسة ان هي ممكن تكون هتخسر جزء من مواردها وإيراداتها الناتجة عن الرسوم الجمركية اللي بيتم فرضها على السلع المستوردة، ودي جزئية مهمة جدا. يعني في دول بتعتمد، وأغلب الدول الإفريقية بتعتمد على الرسوم الجمركية كواحد من المصادر الخاصة بالإيرادات العامة، بجانب طبعا الضرائب وغيرها من أنواع الإيرادات، وبالتالي خسارتها ل 90 أو أكثر من 90% تخفيض في الرسوم الجمركية ده هيخسرها اكيد جزء من مصادر دخلها. لكن طبعا احنا بنقول لا، انت المكاسب الخاصة بيك ان انت كمان زي ما انت بتستورد انت كمان بتصدر، فهي الفكرة كلها ان هتبقى بدو اتفاقية بتدعم عندك فكرة الانتاج نحو التصدير، هتقدر ان هي تخليك تستغل المواد الخاصة. ما هي الدول الافريقية التي تصدر بالفعل؟ المشكله ان معظم الدول اللي بتصدر بتعتمد بشكل رئيسي على السلع الاوليه والمواد الاوليه، وهي دي الاشكاليه اللي بيعاني منها. علشان كده حتى لما بدات كلامي مع حضرتك وقلت لا، هي احنا ينقصنا في افريقيا الجزء المتعلق بالتكنولوجيا اللي هيقدر يخلينا نطور المنتجات دي. لكن الدوله او القاره الافريقيه قدرت ان هي تتحرك بمفهوم تاني يسهل من الموضوع دوت، وهو جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره. هنشوف مصر على سبيل المثال اللي قدرت تستقبل في العام الماضي اكتر من 7.7 مليار دولار كحجم استثمارات اجنبيه مباشره. ازاي ان احنا نقدر كمان نشوف اتفاقيات كثيره مع كبريات الشركات في عديد من القطاعات اللي نقدر نستفيد من التكنولوجيا بتاعتها، ونقدر ان احنا ننتج منتجات تمتلك قدرات تنافسيه كبيره، تقدر ان هي تمتلك الجوده والتكنولوجيا اللي اقدر ان انا اصدرها للدول الافريقيه. برضو شايفين عديد من الدول الافريقيه من ضمنها على سبيل المثال جنوب افريقيا واثيوبيا اللي ايضا ابتدت تستقبل العديد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره اللي تقدر ان هي تطور من حجم انتاجها، وتطور كمان من قدرات التنافسيه لدى هذا المنتج، وتقدر ان هي كمان توجهه للتصدير وعدم الاعتماد بشكل واضح على تصدير السلع الاوليه فقط. 90% خفض في الرسوم الجمركية، رقم ضخم، رقم ضخم على مدار خمس سنين. كمان على مدار خمس سنين ايه المراحل؟ المراحل ان هيبتدي عملية التخفيض دي عملية تدريجية طبعا، ما نقدرش المرحلة الاولى هتكون التخفيضات قد ايه؟ التخفيضات لسه يمكن ما فيش اعلان واضح عن حجم التخفيض اللي هيبقى موجود في اول سنة، لكن هي الخطة كلها واضحة ان يتم 90% ديت على مدار خمس سنوات، لان ليس من المقبول ان يتم التخفيض 90% مرة واحدة، لان زي ما احنا قلنا في وسط كلامنا جزء كبير من ايرادات الدول الافريقية بيعتمد على الرسوم الجمركية دي، فلابد ان يتم تدريجي. وعلى فكرة كتير حتى من الاتفاقيات الخاصة بالدول الافريقية مع دول حتى غير افريقية مرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية كانت بتاخد سنوات كبيرة جدا، من ضمنها مثلا مصر والاتحاد الاوروبي في بعض القطاعات، زي ما احنا شفنا مثلا في صناعة السيارات كان عندنا اتفاقية تأخرت لعدة سنوات حتى تم تطبيقها. وبالتالي الفكرة كلها ان بيتم تدريجيا لغايه لما نبتدي نوصل لنسبه 90%، وخلينا نقول ان خمس سنين مش فتره طويله جدا مقارنه بافكار كان المفروض ان هي تتنفس من عقود كثيره. يعني عايزين نفهم من حضرتك كيف نقارن هذا الوضع او هذه المعامله التفضيليه طبعا للدول المشاركه في اتفاق التجاره الحره بدول اخرى او اتفاقات تجاره اخرى نحن مشتركون فيها؟ انا اتحدث عن مصر تحديدا. مصر لما يعني في كتير طبعا من الاتفاقيات اللي مصر بتخش فيها، لكن دايما دي اعلى نسبه تخفيض. بالظبط دي اعلى نسبه تخفيض، ده جزء. الجزء الثاني هو ازاي ان احنا نقدر بقى نستفيد في الفتره ديت من العلاقات السياسيه والدبلوماسيه اللي اصبحت اكتر من ممتازه ما بيننا وما بين الدول الافريقيه، وكمان في ظل النجاحات اللي احنا شايفينها على مستوى الاقتصاد المصري، شايفين كمان ازاي ان احنا كمان الفتره اللي جايه بنستهدف نجاحات اكبر، ازاي كمان ان كتير من المؤسسات الدوليه سواء الصندوق او البنك او وكالات التصنيف الائتماني بتضع ثقتها في الاقتصاد المصري، دوت يقدر ان هو كمان ينقل الثقه ديت للدول الافريقيه في الاقتصاد المصري، نقدر ان احنا نستفيد من هذه العلاقات الطيبه، نقدر كمان ان الاتفاقيه ديت لو احنا عاوزين نستفيد منها بشكل كبير جدا، ازاي ان انا بستهدف ان انا اضاعف حجم الصادرات المصريه الفتره اللي جايه، احنا بنتكلم في الصادرات المصريه ما يقوم من حوالي 25 26 مليار دولار، ازاي ان انا استهدف 50 مليار دولار، وده يمكن اللي الحكومه كانت بتستهدفه وعلقت عنه الفتره الماضيه، ده اللي احنا نقدر نستفيد منه، فكره ان منطقه التجاره
ديت اللي هيميزها دونا عن اي اتفاقيه اخرى هي انها تبقى اكبر منطقه تجاره حره على مستوى العالم. ازاي ان انا اقدر استفيد من عدد الدول اللي موجوده، استفيد من الموارد اللي موجوده. احنا شايفين مصر في كتير من استيرادها للسلع احنا بنستورد سلع اوليه وكمان سلع استراتيجيه من ضمنها على سبيل المثال القمح او بعض اللحوم او غيرها من هذه السلع. احنا بنستوردها الشاي القهوه احنا بنستوردها من الخارج. ازاي ان حتى استيراد السلع اللي هيكل الاقتصاد المصري ما بيقدرش ان هو ينتجها، ازاي ان انا اعتمد على الدول الافريقيه في استيراد هذه السلع. نفس الحكايه بالنسبه للدول الافريقيه، لو في منتجات يقدر الاقتصاد المصري ان هو يقدمها، ازاي ان هو يعتمد على الاقتصاد المصري. وبالتالي نقدر ان احنا نعظم من الاستفاده من هذه الاتفاقيه نتيجه طبعا عدد الدول الموجوده، وزي ما احنا ذكرنا منطقه التجاره الحره هي الاكبر على مستوى العالم. برايك كيف يمكن اقناع بقيه الدول الافريقيه للتوقيع على هذه الاتفاقيه؟ ما هي الامور طبعا غير الامر اللي حضرتك فسرته، قصه العوائد اللي بتاتي من الرسوم الجمركيه، ايه الامور الاخرى التي تقف عائقا امام توقيع هذه الدول للاتفاق؟ يمكن بعض الدول الافريقيه للاسف عندها بعض المعتقدات القديمه المرتبطه بان دخول مثل هذه الاتفاقيات قد ياتي عليها بسلب بالنسبه لاقتصادها او بالنسبه لتجارتها، او ممكن يكون في جزء مرتبط بعدم الوفاق السياسي بشكل او باخر. وبالتالي دايما احنا بنقول ان المصالح الاقتصاديه لابد ان هي يكون ليها يعني الابر هاند او اليد العليا عن اي خلافات او عدم وفاق سياسي. للاسف برضه خلينا نقول ان احنا كمصر مستعجلين شويه ان ممكن يكون في يوم وليله ال 55 دوله على الوفاق. ده احنا بنتكلم على من الستينات تقريبا لغايه دلوقتي. لا، اللي احنا بنشوفه دوت ان حتى نوصل ل 27 دوله انا بشوف ان هو نجاح، ونجاح كبير جدا. فكره ان احنا حتى نشوف المحافل الاقتصاديه والافريقيه اللي احنا استقبلناها في 2018، لا ده يعني انجاز طبعا، لان الدول الافريقيه حتى الاتحاد الاوروبي يعني بدا بعدد من الدول وانضمت له دول اكثر على مدى سنوات عدد. ومشاكل الاتحاد الاوروبي على فكره كانت اكبر بكتير جدا من المشاكل اللي فيها القاره الافريقيه. يعني احنا بنتكلم على خلافات تاريخيه، سواء بقى بنتكلم على مشاكل مرتبطه بقى بالحروب، بنتكلم على خلافات مرتبطه باللغه، بنتكلم وغيرها وغيرها من هذه الاشكاليات. كمان حرب صراعات اقتصاديه، مين يكون رقم واحد مين رقم اثنين، دي مشاكل ويمكن حتى ما زالت مستمره ولكن ليست في العالم. لكنهم من الذكاء بان تجاوزوا هذا كل الامور ديت. الدول الافريقيه كانت مشاكلها مرتبطه بالاستعمار لفتره كبيره، لكن بعد كده ابتدت ان هي دلوقتي تفكر ازاي ان يبقى في مفاهيم مرتبطه بالشمول المالي، التكامل الاقتصادي، تحقيق الكثير من الاتفاقيات المعلقه دي كلها. اعتقد ان هي اصبحت نجاحات. وخلينا برضه نقول ان رئاسه مصر الاتحاد الافريقي اعتقد ان هي سهلت بشكل واضح واكدت على كتير من المفاهيم اللي اتاخرت لسنوات طويله جدا، لان دايما مصر بتاكد ان مصلحه القاره الافريقيه ان هم يبقوا في حاله تعاون، وان يبقى في فعلا رؤيه 2063 ان يتم تحقيقها حتى تتحقق مزايا اقتصاديه وعوائد اقتصاديه على جنب. كيف سيتم تمويل الهيئات التنظيمية الجديدة لهذا الاتفاق؟ وأيضا ما هي الفرص أمام النمو الاقتصادي ما بين الدول الإفريقية؟ هذا ما سنتطرق إليه مع ضيفي الدكتور علي الإدريسي، ولكن بعد فاصل قصير. كنوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب مره اخرى بضيفي الليله الدكتور علي الادريسي، طبعا نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، والحديث عن اتفاق التجاره الحره في افريقيا والذي صدقت عليه 27 دوله. اهلا يا دكتور. أهلاً.
سمعنا انه بعض دول الاتحاد لديها مخاوف من وجود عوائق بشأن تمويل الهيئات التي ستقوم على إدارة هذه المنطقة، ما رأيك؟ لان في جزء مرتبط اكيد بتطوير البنية التحتية في عديد من الدول، زي ما احنا قلنا كمان بجانب الاشكاليات الخاصه بالسياسات النقديه والخاص بالشمول المالي وغيرها من هذه التحديات. عمليه التمويل ديت خلينا نقول كمان ان مصر يمكن كانت اكدت على الجزئيه الخاصه بازاي ان يبقى في تعاون ما بين المؤسسات الدوليه، مؤسسات التمويل الدولي زي الصندوق والبنك، وربطها بالدول الافريقيه التي تحتاج الى عمليه التمويل من اجل الدخول في عمليات الخاصه او الاتفاقيه الخاصه بمنطقه التجاره الحره. يمكن مصر كانت اكدت على جزئيه ازاي ان مصر تقدر تستفيد من الثقه الكبيره جدا اللي بقت موجوده ما بينها وما بين الصندوق والبنك الدولي، ازاي ان هي كمان تقدر ان هي تنسق، وازاي ان هي تبقى ليها دور محوري ما بين الربط في السياسات الخاصه، السياسات الاقتصاديه ما بين الدول الافريقيه والصندوق والبنك لتوفير التمويل اللازم اللي بتحتاجه الدول الافريقيه من اجل تحقيق منطقه التجاره الحره، وكمان اقامه العديد والعديد من المشروعات الخاصه بالبنيه التحتيه التقليدية، وكمان في جزء اخر مرتبط بالبنية التحتية الرقمية. ويمكن مصر كمان كانت اكدت على جزئية البنية التحتية الرقمية اللي للأسف كتير من الدول الافريقية بتفتقر هذا الجزء، واللي محتاج ان فعلا يبقى موجود، لان احنا بنتكلم على شمول مالي، بنتكلم على ربط الكتروني، حتى ده كمان يمكن كان موجود قبل كده على البورصات وفكرة الربط الالكتروني للبورصات الافريقية. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على عديد من الخطوات اللي بتحتاج ان يبقى في طفرة تكنولوجية في عديد من الدول الافريقية من اجل مواكبة الاقتصاد العالمي. دور المؤسسات المصرفية الإفريقية أو مؤسسات التمويل الإفريقية، مثلا بنك التنمية الإفريقي وهذا النوع من المؤسسات، أعتقد أن المؤسسات ديت ليها دور مهم جدا، جزء مرتبط أيضا بتوفير التمويل، والجزء الآخر هو من وجهة نظر أقصى أهمية هو التنسيق ما بين السياسات النقدية لعديد من الدول الإفريقية، لأن احنا برضه بنشوف أن في فروقات وعديد من التشوهات المرتبطة بالسياسات النقدية لعديد من الدول الإفريقية، محتاجين ان يبقى في تنسيق، محتاج ان انا كمان ابتدي كمنطقه تجاره حره. هي في النهايه خطوه، لكن احنا محتاجين خطوات تانية تبقى مرتبطه بالتنسيق في السياسات الماليه والسياسات النقديه، وتباعا نقدر نوصل لمرحله التكامل الاقتصادي. المؤسسات ديت هتوفر موضوع التمويل، لكن الجزء الاكبر من وجهه نظري هو التنسيق السياسات النقديه ما بين الدول الاعضاء، اللي في النهايه يقدر يخلي الدول الافريقيه دي كلها كتله واحده واقتصاد واحد. الآن ومع توقيع 27 دولة على هذا الاتفاق، هل هذا معناه أنه الاتفاق يسري ضمن هذه الدول في التو واللحظة، أم سننتظر توقيع البقية؟ أعتقد أن في الفترة القليلة القادمة هيبتدي كمان مجموعة كبيرة من الدول أن هي تنضم وتبتدي أن هي تصدق لي على هذه الاتفاقية، لأن في حرص، لكن هي خلينا نقول أن البداية بس صعب أن احنا كنا نلاقي ال 55 دولة كلهم بيوقعوا، لكن أعتقد أن في الأيام القليلة القادمة هيبتدي تدريجيا مجموعة أيضا من الدول أن هي تنضم لهذه الاتفاقية، لكن على الأقل ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية هيبتدي الاتفاق يسري. هيبتدي الاتفاق يسري، وعلى فكرة زي ما حضرتك ذكرت يمكن في الجزء السابق الاتحاد الاوروبي هو ما بدأش بكل مجموعة الدول ديت، لكن هو كل الدول اللي بتبتدي تخش في الاتفاقية بيبتدي ان هو يطبق عليها هذه البنود، وبعد كده تدريجيا كل الدول اللي بتدخل بتبتدي ان هي كمان يعمم عليها ده. ما تحليلك لطبيعة الدول التي وقعت بالفعل؟ يعني هل كلها تنتمي للاقتصادات الأقوى، الاقتصادات الأكثر ثقة؟ اعتقد ان هي الاقتصادات الاقوى، لان احنا يمكن عندنا كحجم او جي دي بي الناتج المحلي الاجمالي، شايفين يمكن نيجيريا، جنوب افريقيا، مصر هما ثلاث اكبر اقتصادات على مستوى القاره الافريقيه، وده اللي يمكن يعني احنا بنتكلم الاقتصاد الخاص بنيجيريا على سبيل المثال 397 مليار دولار الناتج المحلي الاجمالي الخاص بيها، بنتكلم على جنوب افريقيا 366 مليار دولار، مصر ما يقرب من حوالي 251 مليار دولار، وبالتالي احنا بنتكلم على اكبر ثلاث اقتصادات على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الاجمالي، فوجود هذه الدول اكيد من ضمن 27 دولة ده بيدي اهمية كبيرة جدا لهذه الاتفاقية ولحجم او الكتلة التصويتية على هذه الاتفاقية. ممتاز.
خلينا نعرف من حضرتك في تحليلك ما الأفضل أن نبدأ به في هذه المرحلة، مشروعات البنية التحتية مثلا، وأنا أتحدث عن المشروعات الأساسية، لا أتحدث حتى عن مستوى الربط الإلكتروني، ولكن طرق سكك حديد وهذا أكيد ده جزء مهم جدا. احنا بنتكلم على تجارة وبنتكلم على صادرات وبنتكلم على واردات، لازم يبقى في الحد الأدنى من البنية التحتية ان هي تكون متوفرة، وخلينا نقول ان هي بالتوازي مع البنية التحتية الرقمية. احنا عاوزين يبقى الاتجاهين بنبتدي نتحرك فيهم، ومصر على فكرة الفترة الأخيرة هي ابتدت في الطريقين مع بعض، يعني خلينا نقول ان مفيش تعارض ما بين دوت وما بين دوت، يعني الفكرة كلها لا انا ممكن اتحرك في بنية تحتية التقليدية في جزء مرتبط بالكهرباء والمية والصرف الصحي والطرق والمواصلات، وايضا ان انا اتحرك على شمول مالي واتحرك على تطوير لخدمة الانترنت وغيرها وغيرها من هذه الخدمات. ففكرة ان الدول الافريقية، لان خلاص احنا مفيش رفاهية وقت ان احنا ننتظر سنوات وعقود اخرى، هي الفكرة كلها ان احنا لازم نتحرك بمنتهى السرعة ازاي ان انا اطور من البنية التحتية سواء التقليدية او البنية التحتية الرقمية دولت. اعتقد ان كمان عملية التنسيق ديت هتقدر ان يبقى في تبادل خبرات، واحنا شايفينه، يعني احنا حتى لما بنتكلم على البنية التحتية احنا شايفين عديد من الشركات المصرية اللي ليها عديد وعديد من المشروعات في الدول الافريقية، في سواء مشروعات مرتبطة بالكهرباء او مشروعات مرتبطة بالاتصالات وغيرها من القطاعات الاخرى، وبالتالي في تواجد مصري وفي استفاده من الخبرات المصريه لدى عديد من الدول الافريقيه. ازاي ان احنا نقدر نستكمل دوت بمنتهى السرعه، ايضا ده هيساعد الدول الافريقيه ان هي ترفع من حجم معدلات النمو الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي ليها، وفي نفس الوقت يقدر يخدم بقى القاره الافريقيه ككل، يقدر يخدم منطقه التجاره الحره. احب اسال حضرتك عن المميزات المباشره التي سنحصل عليها في مصر بعد دخول هذه الاتفاقيه حيز التنفيذ. يمكن احنا في مصر لما بنشوف حجم التبادل التجاري ما بين مصر والقاره الافريقيه احنا بنتحدث عن حوالي 6.9 مليار دولار، يمكن دوت بزياده اكتر من حوالي 23% مقارنه ب 2017 اللي كانت 5.6 مليار دولار، وبالتالي في تحسن 23%، لكن مع بدون اي اتفاق لا بس يعني مش عاوز اقول لك مش عاوز اقول في البدايات، يعني في اتفاق سياسي ودبلوماسي جولات خارجيه استقبال لزعماء افريقيا هنا، وده ما اقدرش افصله عن الجزء الاقتصادي لان بيبقى ليه اكيد انعكاس على الوضع الاقتصادي وعلى معدلات التبادل التجاري. التبادل التجاري اتحسن لان في جزء بقى مرتبط بزيارات خارجيه وتبادل زيارات والمعارض اكيد دي كان ليها دور، لكن احنا هنا بقى بنتكلم على مرحله اكبر هي منطقه التجاره الحره، فنتوقع ان فعلا يبقى في زياده عن النسبه ديت تتضاعف الفترة القادمة، ده اللي هيقدر بقى يساهم بشكل واضح بقى في زيادة حجم الصادرات المصرية زي ما احنا كنا بنأكد في كلامنا، يقدر يساعد كمان المنتجين، يقدر يساهم في تحقيق فعلا استراتيجية الانتاج نحو التصدير، لان برضه خلينا نقول ان احنا خلاص بنستفيد من تخفيض في الرسوم الجمركية، فهيبقى في تواجد اكبر للمنتجات المصرية، وده جزء مهم جدا نقدر ان احنا نستفيد منه. طب احنا بالنسبة لنا هو انا ببص بس على الصادرات؟ لا، احنا ممكن نبدا الموضوع من اوله خالص، انا ابتدي استثمار، فرص عمل بتبقى موجوده، زياده انتاج معناها ان الاسعار في السوق المحلي في مصر تبتدي تنخفض نتيجه زياده الانتاج، بعد كده بزود الصادرات، يعني معناها ان في عمله اجنبيه تبتدي تخش الاقتصاد بشكل اكبر، معناها ان سعر الدولار امام الجنيه يبتدي يتراجع وغيرها وغيرها من العوائد، وبالتالي دايما الدول اللي بتحاول ان هي تحقق مستويات اعلى من الاقتصاد دايما بتدور على جزئيه التصدير، دايما بتحاول ان هي تاكد على مفهوم وفرات الانتاج الكبير. الصين علشان تصبح تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم هي في نفس الوقت المصدر الاول على مستوى العالم باكثر من 2 تريليون دولار، وده اللي بيخليها منافس قوي امام الولايات المتحده الامريكيه. مصر علشان تقدر ان هي تضمن تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي ومستويات اعلى من الناتج المحلي الاجمالي وان هي تقدر تعالج عديد من التحديات اللي ممكن تكون بتمر بيها، هو ازاي ان احنا نتحرك ضمن ملف التصدير، وان انا يبقى عندي فائض في
الانتاج. كمان ده هيبتدي يشجع المستثمرين ان هم يضخوا استثمارات في الاقتصاد المصري بجانب النجاحات اللي احنا حققناها دي، بس بقى في فرص استثماريه اكبر، لان خلاص انا مش بعتمد على السوق المحلي في مصر بس، انا مش بعتمد على 100 مليون، لا ده انا بفكر في ال 1.2 مليار نسمه اللي موجودين في القاره السمراء. دائما المشكله في القاره الافريقيه التباين الشديد ما بين الاقتصادات المختلفه طبعا. المشاكل التي تمر بها القاره تختلف في دول عديده مغلقه تماما، كيف يمكننا نتجاوز هذه التحديات؟ نتجاوز هذه التحديات عن طريق رؤيه 2063 وهي رؤيه افريقيا، ازاي ان يبقى في خطوات جاده لتنفيذ هذه الرؤيه، ده جزء مهم جدا، ازاي ان الدول الافريقيه تبتدي تتغلب على المشاكل المرتبطه بعدم استقرار سياسي اللي خلينا نقول ان هو قل كتير جدا، يعني احنا نادرا ما كنا بنسمع عن الهدوء اللي موجود في عديد من الدول الافريقيه، احنا دايما العقود السابقه كنا بنسمع عن كثير وكثير من الصراعات، لكن دلوقتي بقت الصراعات يمكن بقت اقل حده عما سبق، دلوقتي بقى في هدوء، بقى في تنسيق بشكل اكبر عما كنا عليه، يمكن طبعا في بعض الصراعات ولكن اقل بشكل واضح. اعتقد ان الدول الافريقيه محتاجه ان هي تغلب المصالح الاقتصاديه على المصالح السياسيه بشكل اكبر، لان هو دوت الاهم، هو دوت اللي هيضمن فعلا النجاحات بالنسبه للمواطن الافريقي. لكن مش الكل هيستفيد بنفس الدرجه، اكيد طبعا تأكيد. وهو دوت اللي في كل الاتفاقيات، مفيش اتفاقيه في العالم الكل بيبقى فيها مستفيد بنفس الدرجه، لان في اختلافات وتباين في حجم الاقتصادات وهيكل الاقتصاد والقدرات الانتاجيه فيه والخبرات التكنولوجيه فيه والخبرات الاداريه وغيرها وغيرها من هذه الخبرات. هل هذا ما يثير قلق بعض الدول في افريقيا؟ اكيد يثير القلق، لكن خلينا نقول ان تدريجيا مع تعظيم العوائد هتبتدي ان هي تدخل، لان خلاص مش هيبقى في مجال ان هي تبقى ما بين ان هي تدخل هذه الاتفاقيه او ما تدخلش، لان خلاص يعني انا في توقعي ان اغلب الدول الافريقيه هتبقى مصدقه على هذه الاتفاقيه، فبالتالي حتى الدول الصغيره من مصلحتها ان هي تدخل في عملية التكامل ديت حتى تعظم استفادتها، لان حصر الاستفادة فقط على الرسوم الجمركية مش هو دوت اللي دايما الاقتصاد يعتمد عليه، الاقتصاد يعتمد على الاستثمار والانتاج، لكن فكرة الاعتماد على ايرادات مرتبطة برسوم الجمركية او الضرائب مش هو دوت اللي هيحقق استمرارية النجاح لاي اقتصاد او تطوير. بعد تصديق الدول جميعها على هذه الاتفاقية ودخولنا في مرحلة جديدة وهي انه نجري براندنج للقارة نفسها، انه القارة تصدر صنع في افريقيا، صنع في افريقيا كما نتابع الان صنع في الاتحاد الاوروبي. ازاي ممكن نوصل لهذه المرحلة، وفي تخيل حضرتك امتى ممكن نوصل لها؟ ممكن نوصل لها، لا طبعا الموضوع مش سهل، لكن خلينا نقول ان الموضوع محتاج خطوات كبيره جدا، جزء مرتبط طبعا بمنطقه التجاره الحره، جزء اخر مرتبط بازاي ان يبقى في توحيد بقى للسياسات النقديه، نبتدي نشوف عمله افريقيه معايير الجوده، جزء مرتبط بالسياسات الماليه، ازاي ان احنا بقى نشوف بنك مركزي افريقي، دي كلها خطوات طبعا بتاخد جزء كبير وعقود كثيره. الاتحاد الاوروبي احنا ما بنشوفه، لا هو قعد سنين طويله جدا عشان يقدر يوصل للنقطه ديت، فده وبعد ما وصل لها رحنا للبريكزيت يعني بالظبط، فهي لان هي طبعا بس هو يعني مش عاوز طبعا انتقل لحوار اخر، لكن البريكزيت هي من الاول خالص في جنيه استرليني مش راضي يبقى صحيح. يورو، فبالتالي هي لكن حتى بعد ما بتلمس الفوائد ممكن بعض ممكن الدول تقرر انها تنفصل، ممكن تنفصل، وفي كتير من الدول بتتمنى ان هي تخش الاتحاد الاوروبي ومش عارف، لكن خلينا نقول ان الدول الافريقيه لو قدرت فعلا تاخد خطوات بمنتهى الجد، وابتدينا نشوف بقى بعد منطقه التجاره الحره خطوات مرتبطه بقى بالتنسيق في السياسات النقديه والسياسات الماليه وسياسات الاستثمار والتجاره الخارجيه، ابتدينا نتحرك في الملفات دي كلها، لا ممكن بعد كده نبتدي نتوقع فعلا ان احنا نصل بقى للتكامل الاقتصادي الافريقي، نبتدي نشوف بقى صنع في افريقيا. الموضوع مش صعب مش مستحيل، لكن هو محتاج ان يبقى فيه تنسيق اكتر من كده، وما يبقاش يعني الدول الافريقيه بتتعامل بمنطلق الزعامه، يعني مين احسن من مين، مين افضل من مين، مين رئيس مين، لازم الكلام دوت ما يبقاش موجود خالص، لازم نعلم المصالح الاقتصاديه لاستفاده القاره، القاره خسرت لسنين طويله جدا وعقود كثيره نتيجه الاستعمار ونتيجه الصراعات السياسيه والعنصريه وخلافه، لكن محتاجين الفتره ديت ومع صفحه جديده، انا شايف ان الدول الافريقيه
ابتدت تفتحها مصر مع اساسا الاتحاد الافريقي، اعتقد ان محتاجين ان احنا نبذل جهود اكبر لتعظيم الاستفاده. حابه ارجع مره ثانيه لنقطه الدول المغلقه، ما هي فرصها في ظل كل ما يحدث؟ اين ترى وضع المناطق اللوجستيه؟ هل يمكن ان تكون حل مثلا لمثل هذه الدول؟ اعتقد ان هي طبعا دول مغلقه، احنا شايفين دوله زي اريتريا على سبيل المثال، يمكن هي لسه ما صدقتش على الاتفاقيه ويمكن هي ليها بعض المخاوف، بالرغم ان هي ما تعتبرش من الدول المغلقه، ولكن خلينا نقول ان هي لديها طبعا الساحل الخاص بيها، لكن مشكلتها دايما ان هي دوله صغيره جدا في اقتصاديا، ولكن خلينا نقول ان دخولها مع الاتفاقيه اعتقد ان مش هيبقى في المخاوف اللي هي ممكن تكون بتتوقعها. كتير من الدول الفقيره في او اللي هي بتحقق ناتج محلي اجمالي منخفض بيبقى عندها يمكن بعض المخاوف اتجاه الاندماج مع دول اكبر في الاقتصاد كمصر وغيرها، حتى لا تبتلعها بالظبط باقتصاداتها، وبالتالي هي دي بتبقى من اعظم المخاوف. لكن زي ما احنا قلنا، يعني احنا حتى ما بنشوف التجربه بتاعت الاتحاد الاوروبي كان في بعض الدول طبعا في نوع من انواع التباين في الاقتصادات، لكن تدريجيا الدول ديت لما دخلت ابتدت ان هي تستفيد من العوائد اللي موجوده كاتحاد اوروبي، وشفنا في وقت من الاوقات ازمه زي ازمه اليونان ازاي ان المانيا ابتدت تساعدها بغض النظر عن بعض التفاصيل، ولكن في المجمل هو الاتحاد الاوروبي بيقف الدول بتقف جنب بعض بجوار بعض عشان تعدي كتير من الازمات اللي هي بتمر بيها والازمات الاقتصاديه اللي بتمر بيها. اعتقد ان ده برضه هيبتدي ان هو تستفيد منه كافه الدول الافريقيه سواء كانت الصغيره اقتصاديا او الكبيره اقتصاديا، سواء كانت مغلقه او غير مغلقه، كل دوله هتقدر ان هي تستفيد بوجودها ضمن حزمه هذه الدول. انا بشكر حضرتك جدا الدكتور علي الادريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل لنهايه مال واعمال لهذه الليله، اشكركم جزيلا على المتابعه واراكم دائما على كل حال.